يا سلام في هواك يا جميل، شكرا للكنترول على الاختيار. وثلاثة مدارس يمكن في الأغنية دي التقوا، كرومة مدرسة معروفة، وكمان عمر البنا مدرسة مختلفة، سير عابدين هي المدرسة الثالثة، ممكن هي تكون لمجد الكبار من خلال أداء الأغنيات الجميلة. كل تأكيد تحية لكل الشباب السودانيين المبدعين جدا اللي بيحاولوا يقدموا إبداعهم بشكل مختلف تماما. لذلك مشاهدينا الاعزاء جاءت الثوره السودانيه حتى نشهد جميعا مستقبل مشرق لهذا الوطن الحبيب السودان ما قد كان وما سيكون. هذه الثوره التي حملت في شعاراتها الحريه والسلام والعداله، وبالتاكيد العداله التي تقتضي تقسيم الثروه والموارد ايضا بين كل الناس. صحيح، ده كلام للجماهير. صحيح، ده كلام مهم جدا، واشراك الجمهور في اتخاذ القرار، والقرار لما تقول قرار معناه قرار مصنوع ويكون من قبل الجمهور اللي هو عمل على اقامه هذه الثوره السودانيه، وهدف من خلال على بناء السودان وبناء الشعوب من خلال الفكر ومن خلال الوعي ومن خلال السياده ومن خلال دوله القانون والتفاصيل المختلفه اللي بيقوم عليها المجتمع السوداني. شهدت في الايام الماضيه وزاره الحكم الاتحادي ورشه عمل بالتعاون مع وزاره العدل وبرنامج الامم المتحده الانمائي من اجل الوصول لنظام حكم لا مركزي فاعل في ظل الحريه والسلام والعداله، نعني اشراك الجمهور في اتخاذات القرار المتعلقه بالسلطه. وحنسعد كثير ان يكون معنا وكيل وزاره ديوان الحكم الاتحادي الاستاذ حسان نصر الله علي كرار عشان يكون معنا حضور ونتعرف عليه كيف حيكون تحويل السلطه للجماهير. صباح الخير. صباح النور، اول شيء اشكركم على هذه الكونيه الرفيعه، يعني اسلقت صدري، ويعني هي مهدئه للاعصاب. صحيح. وجميلة، وأشكركم على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء. أفتكر أنه محدود الزمن لكنه كبير الدلالة يعني. وأنا بدءا داير أحيي حضركم الشعب السوداني العظيم، وأحيي أيضا نضالاته الطويلة. أنا وكيل الحكم الاتحادي، وهي وزارة من الوزارات المرحلة الانتقالية، هي قديمة التأسيس، أنشأت منذ الاستقلال عام 54 بمسميات مختلفة. جاءت الإنقاذ ويعني عضض على النواجذ بهذه الوزارة لكي تتحكم في الولايات وفي الحكم المحلي وإيجاد الشرعية على مستوى القواعد في بلدنا العظيم. أول حاجة أنا داير أشير لها أن هذه الوزارة وزارة مهمة، لأنها هي مربوطة بقضايا الحكم اللي هي قضايا الحكم اللامركزي، قضايا الحكم الفيدرالي والحكم المحلي، بل وحتى لجان الحرية الخدمات والتقرير على المستوى القاعدي، وايضا عندها صله كبيره جدا بمسائل التعايش السلمي، وعندها صله كبيره جدا بالاداره الاهليه. فانا بفتكر انه في المرحله دي هي وزاره مهمه، خاصه وانه الوثيقه الدستوريه يعني القت على كاهله كثير من التدابير بتاعت المرحله الانتقاليه. الوثيقه الدستوريه المشكله الاساسيه بتاعتها ان هي يعني اعتمدت بشكل كبير على المستوى القومي والمستوى الاتحادي، ولم تضع التدابير اللازمه للمستويات الادنى اللي هي الولايه والحكم المحلي واللجان الحريه والتقرير والاداره. عشان كده في الماده 38 هي ذات الوثيقه الحمد لله كانت مرنه، قالت ان الناس يتركوا نظام الحكم القائم بشكله على ان تنشا لاحقا حكومات تنفيذيه على مستوى الولايات ووفق تدابير محدده. وانا افتكر الكلام ده او الشرط ده بقي يعني ثقل كبير جدا على الوزاره. عشان كده احنا طوالي بدينا نعمل في التدابير اللازمه ووضع التشريعات اللازمه للفتره الانتقاليه. أنا طبعا الفتره الانتقاليه معلش في الحته دي هي فتره مهمه، يعني هو التدابير اللي وضعت في الوثيقه الدستوريه عامه، بس اتكلم عن مجلس السياده، اتكلم عن مجلس الوزراء، واتكلم عن شكل النظام، لكن ما في تفاصيل. قالوا نظام حكم لا مركزي، واتكلم عن المستويات المختلفه، مستوى قومي ومستوى ولايه ومستوى
محلي، لكن لم تضع التدابير اللازمه، ودي نحن نتممها بالتشريعات والقوانين المختلفه. ممتاز. برضو انا داير اشير لكم ان نحن في وزاره الحكم الاتحادي لها تاريخها طويل. في ادب كبير جدا جدا عن المسائل بتاعت الحكم والاداره وعن الاقتصاد السياسي، الناس ممكن يستفيدوا منها، وعن فض النزاعات القانونيه، وعن فض النزاعات بتاعت الحدود اللي بتنشا بين الولايات. فانا داير اشير هنا انه حق الحكومه برضه تهتم عشان تستخدم هذه المعرفه الضخمه في يعني قياده البلاد في المرحله الانتقاليه، حق تلجا في كثير من المشاكل ذات الصله بالمهام بتاعت الوزاره حسب قرار مجلس الوزراء 70، وتستفيد من الوزاره بشكل كويس يعني. ممتاز. جميل. بصورة عامة، كيف يمكن أنه نصل إلى نظام حكم فاعل ومشاركة كل الجماهير في اتخاذ كافة القرارات؟ طيب، نحن في السودان لا، أنا دائما بتكلم عن نقطتين أساسيتين يعني. نحن مشكلتنا في السودان ده كل النزاعات اللي خلقت لنا دي في السودان هي سببها قسمة السلطة وقسمة الثروة. نعم. عشان كده احنا مشينا في اتجاه ايجاد تشريع لتنظيم الحكم اللامركزي، اللي هو ده القانون اللي بينظم قسمه السلطه بين المركز والولايات. عشان كده احنا في القانون ده حتكون عندنا قوائم تحدد سلطات الولايات. ما هناك في الوثيقه الدستوريه مذكوره سلطات الحكومه الاتحاديه، مجلس الوزراء ومجلس السياده، لكن في الوثيقه لا توجد اي اشاره للسلطات واختصاصات الولايات. طبعا انت لا تستطيع ان تمارس السلطه الا ب يعني اساس قانوني. ما في زول بيقدر يمارس السلطه ساكت، يعني حسب ولي الحركه ما نمشي نقعد ويكون ما عنده السلطه اللازمه لممارسه المزايا دي. اذا انت مشيت مارست السلطه بدون قانون، الناس غالبا ما يطلقوا عليك، انت زول مجنون يعني. ف او منتحل. ايوه، منتحل للشخصيه. فاول حاجه اهتمينا بها هي يعني تقسيم السلطات وتحديد بشكل دقيق السلطات بتاعت البلاد. نحن برضه عندنا في الادب الدستوري في حاجه اسمها السلطات المشتركه، اللي هي دي السلطات اللي بيمارسها المركز مع البلاد، برضه دي وديناها بطريقه كويسه. برضه تكلمنا عن اليه اللي بتقوم بتنظيم العلاقات وتنسيق العلاقات بين المستويات المختلفه اللي هي وزاره الحكم الاتحادي، ودي نحن نفتكر ان الوزاره دي هي الوكيل بتاع الولايات بين الوزارات المختلفه على المستوى الاتحادي. زي ما قلت لك قبل شوي، الوزاره هي معنيه بتنظيم الحكم اللامركزي، والولايات كلها شريكه فيها. عشان كده احنا عملنا مجلس اسمه مجلس الحكم اللامركزي، تمثل فيه الولايات. عشان ما نمشي بعيد استاذ حسان. نعم. في اللامركزي دي تحديدا. نعم. المشاهد الكريم اللي بيتابعنا الان، ضروره اشراك الجماهير في السلطه في الحكم اللامركزي، نوضح. نعم. اكثر الدور المفروض يكون بيه والجمهور شنو، عشان السلطه في الدوله عندها دور، الجمهور عنده دور. ايوه، وطبعا واحدة من يعني الشعارات اللي احنا دائما بنرفعها بنقول السلطة للشعب، لكن في نفس الوقت لا نجد آليات محددة لي يعني إتاحة الفرصة للمواطنين يعني. ويتنزل هذا الشعار المرفوع على أرض الواقع. على أرض الواقع، يعني المسألة بتاعتنا مقلوبة. نحن نتكلم دائما عن حكم لا مركزي، واللا مركزية دي تعني أنك أنت تدي السلطة للشعب على مستوى القواعد. نعم. ونحن دائما نفتكر إذا أنت دار تبني دولة، البناء دائما يبتدي من تحت. أكيد. من اللجان القاعديه بتاعت الشباب ولجان المقاومه الموجوده دي. عشان كده احنا في المرحله الجايه دي يا اخواننا حيكون الشباب له تدريب يعني، عشان هو يستلم السلطه. فعلا فعلا. عشان كده انا قبالك قلت لك يعني، انا افتكر هذا اللقاء لقاء مهم، لانه بيتحدث عن قضايا الحكم والاداره، وبيتكلم عن الاقتصاد السياسي. انت اي زول اديته سلطه لازم تدوه مال مقابله عشان يمارسها. فالقانون الاول هو قانون تنظيم الحكم اللامركزي، اهتم بقسمه السلطه على المستوى القومي ومستوى الولايات، بل وحتى اللجان القاعديه. بجانب القانون ده نحن برضه ساعين بانه نعمل قانون للحكم المحلي منفصل، تضمن فيه
موجهات عامة للجان بتاعت الخدمات والتقرير على مستوى القاعدة، حنرتكز عليها. نحن نفتكر أن المنطلق بتاع الثورة دي هي الشباب ديل، عشان كده نحن في مستوى الاتحاد حنهتم باللجان. ودائما إخواننا الشغل تحدى، وأصل الإدارة تعتمد على حاجة اسمها الانديجينس نوليدج اللي هي المعرفة المحلية. نعم. سكان الحي هم الأدرى بقضاياهم ومشاكلهم، ممكن يرتبوها بمشاكلهم ويرتبوها بطريقة كويسة. عشان كده العالم كله هسه يتكلم على اللوكال ديموكراسي، اهل مكه ادرى بشعارها، ما دايرين وصايه ثاني ولا تبني من المركز للولايات والمحليات ولا حتى اللجان القاعديه. انا كان ماشي سويسرا، دي اللجنه الصغيره دي بتاعت الحي دي بسموها حكومه الحي، والحكومه الاتحاديه ولا حكومه الولايه الكانتونز ما عندها، ما تقدر تتدخل في الشان بتاع اللجنه الصغيره على المستوى القاعدي الا بعد اذنها. فهي فعلا هي حكومة الحي، بتمارس سلطة كبيرة جدا على مستوى الأحياء. عشان كده نحن أصلا نتكلم عن الديمقراطية. الديمقراطية بتبدأ من وين؟ بتبتدي من الممارسة بتاعت الشباب على المستوى القاعدي، وهي دي ذات القواعد دي أهم حاجة فيها. نحن نطلق لها الحرية بالممارسة السليمة، لأنه دي تخلق لنا السياسيين بتاع المستقبل. صح. عشان يكون عندنا نظام سياسي. الشباب معروح يعني. روح كبيرة جدا، احنا بنعول عليهم ويعني تعويل كبير جدا يعني. عشان كده في الفرصة دي أدوني فرصة أنه أحييهم تحية كبيرة جدا على نظراتهم الكبيرة وعلى وفائهم وعلى استشهادهم. نعم. في يعني للوصول إلى الثورة بتاعتنا دي وقلب النظام البائد، نظام الإنقاذ. تحية تمتدك عدد كبير جدا من الاتحاد. أيوة الله يبارك، الله يبارك. نقوم بتقديمه على استحياء في صباح الشروق دائما. تحويل السلطة للجمهور أو للجماهير، هنا لابد من إجراء تعديل أو أي نظرة كانت مناسبة على الأطر القانونية للحكم اللامركزي. وهذا أيضا على بين قوسين أو على جزئين ما تم تناوله تحديدا في الورشة اللي انعقدت في الأسبوع المصري. أيوة. طبعا عندنا ورشتين، يومين عملنا ورشة فيها، وبعدين شاركنا فيها مجموعة من القانونيين ومجموعة من الاقتصاديين، وشاركنا فيها الشباب يعني، وشاركنا فيها كثير من المنظمات بتاعت المجتمع المدني، وشاركنا فيها الحريه والتقييد. كان فيها لطيف سياسي عشان نستفيد من مداخلاتهم وخبراتهم في تطوير القانونين. نحن عملنا قانونين، الاول انا تكلمت عنه وهو خاص بقسمه السلطه بين المركز والولايات، وحنكمله بالتشريعات الخاصه بالحكم المحلي اللي هي في جزئيه المحليات والجزئيه الثانيه لجان الخدمات. الجزئية الثالثة اللي هي حضرت عملنا مشكلة في السودان، واللي هي دي جميلنا الأدب بتاع البوليتيكال ايكونومي اللي هو الاقتصاد السياسي، لأنه في السودان ما في تنمية متوازنة. عشان كده في بعض الأقاليم بتتكلم لك على التهميش وعلى الإقصاء وكده. صحيح، أصبحت قضايا أساسية. قضايا أساسية وتحولت إلى قضايا يعني سياسية. أنا مش عارف والإقصاء بس حتى في البيوت الناس على مستوى فرد لسه ما برضوا. ما برضوا، مشكلة كبيرة جدا بالمناسبة، وعنده تأثيرات نفسية ضخمة. صح. يعني هسه الشغل ده نحن مرات، أنا مرات يعني مديرك لما يبعدك كده وما يهتم بيك وبتاع الحكاية دي وتخش عليك خشية كبيرة جدا. فكذلك الأقاليم، أنت لما تبعد الناس فكأنك بتستغنى عنهم وكأنهم ما عندهم دور، وعشان كده بيقوموا بيتمردوا عليك. فنحن الأدب السياسي الجديد اللي ظهر لنا من العبارات الجديده بتاعت التهميش او الاقتصادي دي ما بتنتهي الا بالتنميه المتوازنه، والتنميه المتوازنه لا تتحقق الا بقسمه عادله. نحن ما بنقول بقسمه متساويه، لانه التساوي مرات ظلم. المراه سالها قال لها من هو احب اليك من ابنائي؟ قالت له من المريض حتى يشفى والصغير حتى يكبر، مش كده؟ فنحن في الحاله دي بنتعامل بمبدا الانصاف. خواجات بيقول لك equity and not equality. فالإنصاف بيقتضي أحيانا بأنك أنت تدي أموال أكثر للمناطق المتأثرة بالحرب والأقل نموا من المناطق الأكثر ازدهارا. ودي طبعا يا إخوان هي قضايا بتاعت التنمية متعلقة بمشاكل كثيرة جدا، من ضمنها الحركات بتاعت الناس. يعني حركة يعني حصلت حركات ديموغرافيك موفمنت، حركات السكان من المناطق بتاعت التهميش دي اللي ما فيها خدمات الى النزوح، وده بهمش ليك الاطراف.
بيعمل لك مشاكل كثيره جدا جدا. احنا عايزين يعني في الفتره الجايه تكون في مساواه، يعني الناس اللي نزحوا ديل ليه ما يقعدوا في حتتهم؟ مش مساواه، وتتوفر لهم اول انصاف بالمعنى الاصح. أيوة. وتوفير السبل المعيشيه الاساسيه المفروض يتمتع بها الانسان. ايوه، عشان الناس يرجعوا لنا للريف، عشان تحصل التنميه، عشان الناس يزرعوا، عشان يربوا الحيوان، عشان نحمي حدودنا. هسه بالمناسبه الحدود بتاعتنا دي بيحصل لها اختراقات كثيره جدا، بنتكلم عن الحبش في الشرق، بنتكلم عن المصريين في الشمال، بنتكلم عن حتى التشاديين في الغرب. فالاختراق ده ما بيجي، ها بيجي ليه؟ لان بقت في هشاشه في التركيبه السكانيه الموجوده هناك. الناس اللي بيحموا لك الحدود دي ما موجودين، لانهم نزحوا دخلوا في وسط البلد، فبتكون في ضعف عشان كده احنا اهم حاجه اهتمينا بها مسائل قسمه الثروه، ودي واحده من الاشياء الكبيره اللي عملنا مشاكل. عشان كده عملنا قانون وعملنا مفوضيه للايرادات، ودي واحده من المطالب الاساسيه للجبهه حركات الكفاح المسلح في جوبا، انه تتعمل مفوضيه عشان تضع المعايير اللازمه لقسمه الايرادات بتاعت البلد كلها ونحقق شفافيه. واهم حاجه انه هذه المفوضيه تكون مفوضيه مختلفه مستقله، تشترك فيها كل في ادارتها كل الولايات. نحن بتتبع لنا من ناحيه الاشراف فنيا، لكن هي مستقله وحيكون عندها قانون ان شاء الله. الاداره الاتحاديه هي يعني ونضع معايير ان شاء الله تكون عادله ومرضيه بالنسبه للناس، وكل السودانيين يشتركوا في وضع هذه المعايير بتاعت قسم الكفاح. دي اهم الاجنده يعني في 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 هذه الورشه، الانصاف. واكيد الورشه دي عندها مخرجات لتطبيق الاجنده الاخرى، هيتكلم عن المخرجات طالما في والله احنا امنا على القانونين ديل، والورشه طلعت لنا قلنا لازم نعمل قانون للاداره الاهليه. ممتاز. الاداره الاهليه طبعا هي مهمه جدا صراحه، حاجه تقليديه الناس بيفتكروها ما مهمه، لكن مهمه لانه نحن بدون سلاء هي طبعا برضه يعني العالم كله بيعترف بها. يعني اسال بريطانيين بيسموا الزول العمده، عمده موجود صح، لانه نظام قديم. شيخ القبيله شيخ القبيله ايوه، عندهم دور في حل المشاكل. والاداره التقليديه دي موجوده في العالم كله. في بعض الناس يقول لك ثاني الاداره الاهليه، لا ثاني الاداره وثالث ورابع، لان هذه طالما اثبتت نجاحها في 3 سنوات. ايوه اثبتت نجاحها، وحنشرع لها وحننظمها وحندربه، لانه متطلبات الناس تغيرت من الزمن، من زمانك بقت هسه حاجات جديده. في واحد سال بتاع الاداره الاهليه قال لي يا اخي انت هسه تتكلم لي زمانك عن المراعي والمسارات، هسه بقت مطلوبات الناس دايرين التمويل الاصغر، ودايرين الصراف الالي، ودايرين السلفيات، فبقت في متطلبات جديده. نحن الحمد لله هسه في الاداره الاهليه بنوصل في بروفيسورات وفي دكاتره وفي لواءات في الجيش وفي قيادات كبيره جدا جدا يعني. صح. الشغلانه بتاعت التخ هي دراسه معتمده على البداوه والبساطه، البساطه بتغير. ايوه لا، وطبعا الاداره التقليديه ذات دورها يعني مهم يعني، وما اصل شوف التاثير ده يا اما يكون بصفات موجوده عندك او بمعرفه. ما مرات الزول بيكون كاريزماتيك صح ليدر، اللي هو شخصيه زعاميه، مش لانه هو بيعرف ولا أنا، لانه هو تاثيره قوي. ودي مرات بيخلق ربنا سبحانه وتعالى في الانسان برا. والحمد لله ان قياداتنا بتاعت الاداره الاهليه يعني عندهم الصفات دي محترمين. يعني زمان انا اشتغلت في دارفور، زول بيزجنوه بيحكم عليه بالفاجر، لكن بيسلموه الخطاب يمشي يبلغ في كتب، يمشي السجن هذا يمشي برا بدون حراسه. فشوف لا تمدى كان كلام بتاع القيادات التقليديه بتاعتنا وزعماء الاداره الاهليه بتاعتنا كان مسموع. دي واحده من القضايا اللي احنا اهتمام كبير. الحاجه الثانيه برضه الحاجه الكبيره حنهتم بها قضايا الشباب. وطبعا في بعض الناس يقول لك والله الشان بتاع الشباب اللي هو في القواعد بتاعت اللجان القاعديه ده شان بتاع الولايه، لكن احنا بنقول لا، احنا لازم نتدخل في يعني اعاده صياغه الشباب. ونحن بنفتكر انه اللجان بتاعت الخدمات دي هي اللي حتخلق لنا السياسيين المستقبل، لانها السياسه بتاعتنا. في تواصل بينكم وبين الشباب خصوصا المقاومه؟ في تواصل اي، نحن الحكم المحلي ده مع سلطه مشتركه بينه وبين الولايه. فنحن لازم نضمن بانه يكون ماشي كويس، اذا الولايه دارته بطريقه كويسه اوكي، ما دارته بنتدخل، لانه ده مستوى يعني بتاع الادارات الاهليه دي متعلقه بالخدمات بتاعت الناس. فلازم نضمن لهم الخدمه ومتعلقه بالمواطنين. الامريكان ما بخلوا المواطن للولايه ولا للمحليه. المواطن ده مسؤوليه الدوله. فالدوله احيانا عشان يا اخواننا تخلق مواطنه واحده لازم تتدخل، لازم تتدخل، لانه التلميذ بتاعي في دارفور وفي الدلنج وفي الشماليه يقعد في مقعد واحد
وتلقى التعليم بتاعه من مستوى على مستوى تدريبي واحد. نعم. ويكون بيئه بتاعت المدرسه بمستوى واحد. فاحيانا نحن يا اخواننا عشان نفرض معايير وليس التدخل في سلطات الولايه، عشان نفرض تكون في معايير واحده ودي التنميه المتوازنه بتكلم لك عنها انا. في الخدمات اللي بنقدمها للناس في المستشفيات في المدارس ان تكون مستوى الخدمات بطريقه واحده، المركز هو اللي بيعاين من فوق بيعرف وين مناطق القصور عشان يعالجها. صحيح. وتكون البلد ماشي على كفه واحده وميزان واحد وما في زول حزب انه هو مهمش، نحن كلنا نعم. سودانيين يعني الحمد لله. يمضي بينا زمن سريع لكن لابد من فتح ملف السلام ولو على استحياء هكذا. أيه. بحيث يبقى يعرف الان كل من يتابعنا كيف تتفاعل وزاره ديوان الحكم الاتحادي مع ملف السلام حاليا. طيب نحن السلام ده عندنا فيه استراتيجيه يعني كويس كون تزعلني السؤال. انا افتكر اول حاجه نحن انا متفائل جدا وان شاء الله نصل الى سلام الحمد لله. ساعة قبل يومين اخونا الحلو خشى معنا في التفاوض اللي هي حركه تحرير السودان شمال اللي هي الجناح الحلو. نعم. خشت الحمد لله معنا في التفاوض فاضل لنا عبد الواحد. انا افتكر ان احنا مع الجبهه السوريه وماشيين كويس جدا وحققنا حاجات، فاضل لنا قضايا بسيطه عابره. نحن طبعا في السلام ده اشتغلنا بمنهج واستراتيجيه كبيره جدا اشتغلنا فيها بمنهج بتاع المسارات. الناس بتتكلم عن المسارات دي بيقولوا والله ما كويسه لانها في النهايه هي زي جار الناس على نحو الانفصال. لا نحن بنقول غير كده. المسارات دي يا اخواننا ما في مسار فيه قبيله واحده ولا فيه ولايه واحده، الولايات المختلفه دي كلها سواء منطقتين ولا دارفور ولا الشرق ولا الشمال كلهم عاملين حاجه اسمها الجبهه السوريه. صحيح. لكن كل واحد من ديل عنده خصوصيه في اقليم، القضايا بتاع دارفور بتختلف عن قضايا منطقتين، بتختلف عن قضايا الشماليه، بتختلف عن قضايا الشرق، عشان كده عملنا المسارات. وفي نفس الوقت شغالين بالمنهج بتاع المحاور، عندنا محاور مختلفه اللي هي الترتيبات الامنيه، عندنا محور بتاع الحكم والاداره اللي هي اي موضوع عنده علاقه بالحكم والاداره، عندنا محور متعلق بالقضايا الانسانيه والاجتماعيه برضه موجود، ده موجود عندنا، عندنا محور كامل بيناقش الترتيبات الامنيه وكيفيه دمج القوات المختلفه عشان في النهايه نخلق جيش واحد. ما عدا مع المسارات ما عدا برضه والمسارات عندنا حاجه اسمها القضايا القوميه فيها 19 نقطه. بتبتدي من نظم الحكم والاداره وتقسيم السلطه والبيئه والرحى والرعاه، شفت قضايا المراه شامله، قضايا شامله، قضايا طويله جدا قائمه قوميه دي كل الناس بيقعدوا فيها في طاوله واحده بمختلف انوار طبعا لانها قضايا مشتركه. سعادتك يعني ملف السلام ده هو بيشمل كل الملفات اللي بتعنى بها الدوله. ايوه صحيح. يعني مثلا في وزاره الحكم يعني الاتحادي اذا ما كان ملف السلام ناجح هنا الاعمال ما حتنجح، الوزارات المختلفه الناس ما حنقدر نشتغل. ما قبل على كلامك صحيح، اذا لم نحسم قضيه الحكم والاداره. صحيح. الكويس ان احنا حنلتزم بالوثيقه لحد ما نوقع السلام ونحق، وحنخلي النظام بتاع الحكم ده قائم لست شهور. حنعمل مؤتمر شامل نجمع فيه كل الولايات عشان نقرر فيه، لانه في اتجاه برضه الناس بيخلوا الولايات يمشي للاقاليم. صحيح. نقرر فيه قضايا ذات الصله بنظام الحكم والولايات، وهل هنشتغل بالنظام الرئاسي ولا البرلماني، هل نشتغل بالاقاليم ولا الولايات، المعايير من قسم ده السلطه مختلفه، الحكم المحلي هو برضه يعني حنتحدث عنه، كيفيه التشريع له وكيف نقويه وكيف نحميه، كلها قضايا اساسيه يعني نعم. السلام في الجنوب يعني وحيكون امتداد للسلام في الشمال، في الشمال والعكس يعني الامان حيكون في كل السودان. ما نعم. في سلام ما في سودان، حنتفكر بعد شويه. صحيح. عشان كده كلنا حقه يا اخواننا، انا ذاتي بوصل الاجهزه الاعلاميه يعني حقه تمشي معنا في اتجاه تعضيد مساله السلام، ملف السلام الذي يطعمهم من جوع وامنهم. ده مبدا اساسي في الدين يعني حتى في الدين، الانسان اذا لم يكن امن، والامن ده بالمناسبه هو مش طلق النار ده يعني احساسك، الاحساس مرات يكون استقرار. احساس واستقرار نفسي يعني. فنحن اذا ما في ده لا حنقدر نشتغل، لا حنقدر نفكر، لا حنقدر نبدع، لا حنقدر نتحد، ولا حنقدر نمشي لقدام يعني. نعم. في صباح الشروق نحن يعني ضروري دائما ما نفتح ملف السلام. الله يبارك فيك، الله يسلمك، كويس والله. كويس انا عشان كده كيفت منك يعني سؤالك موضوع. الله يلا بس ما ظلم ما شاء الله. اي والله الناس الضيوف دي كلهم بينبسطوا مني. اي يا اخي الله يسلمك. يعني وش صبوح ولا شو؟ جدا احنا الله يسعدنا جدا، ونتمنى فعليا يعني هذه الملفات المهمه ان يبصم عليها بالعشره ببصمه تذهب بنا الى مستقبل ان شاء الله فاعل لهذا الوطن الحبيب.
بالاستفادة والاتكاء أيضا على الأدب الكبير الذي تحدثت عنه والطاقة الكبيرة من الخبرات والمعارف والعلوم الموجودة. نتمنى أن لا تكون فعليا هي مجرد حبر على ورق، ويتم فعليا كما ذكرت أنت أن يتم الاستفادة منها حتى يستفيد في النهاية الوطن السودان. نحن الآن نقول ونفعل. سلام على وبعدين أنا بس يعني لو أسحت ليت بس ثانية، أنا دار ألفت للنظر للوزارة بتاعتنا. نعم. أفتكر دي وزارة مهمة جدا محتاجة لشو وزارة كبير. أصح كثير من الناس في الولايات بيشتكوا بيقولوا الثورة دي ما وصلتنا صحيح. ولسه على الوضع كما هو، يعني موجود على الدولة عميقة موجودة على مستوى الولايات. إحنا دايرين مزيد من الاهتمام بالوزارة، وعندنا مشروع كبير جدا إن شاء الله نعمل لها ريستراكشرينج، وزي ما أنا قلت لكم فيها أدب ومعرفة ما عادية في مجال حب النزاعات القبلية ومعرفة فين اهتمام بالمواطن في المقام الأول، المواطن بالأقاليم ووزارة نظام الحكم وفي التخطيط، وعندنا حاجات كثيرة جدا، وعندنا أرشيف ضخم جدا من زمن الإنجليز موجود ممكن نستفيد منه. صح. على الخواجات دائما بيقول لك نولج مانجمنت، أنت كيف ممكن تستفيد من الإرث التاريخي بتاعك في تطوير الواقع الحالي. نعم. صحيح. وكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حسان نصر الله علي الكلاب، شاكرين لوجودك معنا من خلال هذا الصباح من خلال هذه الإفادة.